نتعرف على اسم حضرتك. أمال محمد، حاجة أمال محمد السيد. طب حضرتك يا حاجة طلعتي معانا قبل كده في شركة الربيع؟ والله أول مرة وأنا في منتهى السعادة. يا أهلا بحضرتك. مع حضرتك والله. والله إيه اللي عجبك يا حاجة في ال صراحة؟ أول حاجة الأستاذ أحمد وأخلاقه وذوقه، دي معانا دي نمرة واحد. ثانيا الخدمة جميلة وكل حاجة جميلة والله العظيم، واتمتعنا جدا وكانت زيارة ممتعة جدا والله. رب يتقبل مننا بس ان شاء الله. ربنا يتقبل يا رب العالمين ان شاء الله. طب دايما كده نبقى معاكم باذن الله. باذن الله ان شاء الله. والله انا عندي ابني نفسه والله، قال لي اسالي لي، قلت له حاضر طبعا ان شاء الله تطلع معانا يا حاجة ان شاء الله. هروح افرحه بقى باذن الله بالشركة الجميلة دي. الله يكرمك يا حاج. ان شاء الله. ماشي يا حاج. السلام عليكم.